والآن مع المفاجأة. ايه هنفجر ولا ايه؟ لا اول اغنية اطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكلم بقية الشارع. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. تنطيب
رمدت امي صباح الخير يا كريم، نتعرف عليك هيرو. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على الحد، كل الناس عارفكوا على الحد، كل الناس عارفه اني غشيم بالقلب ده. البلد دوله وانا فاضي منها، في عتاوله وشادين حيلها، مفيش حد فيهم يغلبها، مفيش تنزل والله انا جريت. اشف كوخة عايز انا اطلع الطيارة.